أنا لو 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 فوجئ الجمهور برد المدون السعودي ريان جيلر غير المتوقع على الفاشينيستا السعودية هند القحطاني التي وصفته بأقصى النعوت بعدما قال إن الشرطة الأمريكية ألقت القبض عليها للتحقيق معها في تهم استغلال أولادها القُصّر على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال في مقطع مصور: أنت دعيت علي إنه ربي يبليني بإعاقة جسدية، شكراً لكن عفى الله عما سلف وأنا مسامحك الصراحة. دعيت علي إنه يا رب الله يبليني بإعاقة جسدية، شكراً لكن عفى الله عما سلف. وأظهر ورقة طبية مضيفاً: ما تحتاجين تدعين دعوتك مجابة، أنا عندي إعاقة جسدية ولكن غير مسموح إنه أحد يتدخل في نيتي، وخيراً تعمل شراً تلقى، وبالنهاية هند القحطاني هي بنت بلدي وأنا ما أرضى عليها رغم الكلام الذي قالته كله عني، أنا أرضى عليها. وكانت قررت هند القحطاني مقاضاة ريان جيلر بعد أن أعلن خبر كاذب يفيد بالقبض عليها في أمريكا بتهمة استغلال أطفالها لجمع عدد مشاهدات أكبر. ووجهت هند القحطاني عدة شتائم بحق ريان جيلر، وذلك عبر مقطع فيديو وثقته عبر حسابها في تطبيق سناب شات للرد على ما وصفته بادعاءات ضدها، وقالت بسخرية: ماذا تعرف عن سجل شرطة كاليفورنيا؟ وعرضت الوثيقة التي استعان بها ريان جيلر عند تأكيده القبض عليها في أمريكا بتهمة استغلال أطفالها، مشيرة إلى أنها وصلتها من كثيرين من متابعيها على أنها مستخرج رسمي من الشرطة الأمريكية، معلقة أنه شخص كذاب. لفت انتباهي هذا المريض، كثير أرسلوا لي على الواتساب أنه شوفي يا هند. وأشارت إلى أن ما ورد باللغة الإنجليزية عبر الوثيقة التي نشرها ريان جيلر يوضح أنه لا يوجد شيء ضدها ولا توجد معلومة بشأن القبض عليها بداخل الوثيقة، مبينة أنها لا ترغب في عرض اسم حسابه، واندهشت من عرضه وثيقة كهذه رغم أن حسابه موثق. وهاجمته أيضاً في منشورات عبر حساباتها في السوشيال ميديا: قولوا للمخفي لمصاب باللعنة إن كان عنده ذرة رجولة أو مصداقية يطلع التقرير الوهمي اللي بيدعي إنه موجود في الموقع الحكومي الأمريكي، دام إنه أي حد يقدر يطلع عليه على حد تعبيره، لكن ما يقدر، تدرون ليش؟ لأنه كالعادة كاذب وما عنده أدنى مصداقية. وأضافت: شوف الكذاب إيش كاتب بكل ثقة، هذا اللي بعض الناس يصدقونه بكل كلمة بيكتبها، وهو أكذب شخص بالسوشيال ميديا. أنا ما أعرف كيف تصدقون مريض ما يقدر يكشف عن هويته حتى صوره اللي ينزلها على أنها له ذارفها من عالنت.